ضعنا في صورة الواقع الكهربائي في بابل وساعات التجهيز وما إلى ذلك من حيثيات، تفضل. بطبيعة الحال يعني ملف الكهرباء ومستوى التجهيز في محافظة بابل يشكل هاجس قلق وخوف لدى المواطن البابلي في مركز المحافظة وأقضية ونواحي التابعة لهذه المحافظة. يعني مع اشتداد حرارة الجو اختلف التجهيز، يعني كان قبل فترة في بداية فصل هذا الصيف، صيف هذا العام، كان التجهيز مدة 3 ساعات، أما الآن يعني خلال الفترة الحالية نزل مستوى أو هبط مستوى التجهيز إلى 2 ساعة، وحتى هذه 2 ساعة تأتي متذبذبة ومختلفة للمواطن، يعني أثارت تساؤلات بالنسبة للمواطن البابلي. حدثت قبل أيام تظاهرات في مناطق شمال محافظة بابل في قضاء المسيب والمناطق المحيطة لهذا القضاء، وأيضا في مناطق جنوبي المحافظة يعني بالشوملي والقاسم، لكن جوبهت هذه التظاهرات خاصة في مناطق الجنوبية لمحافظة بابل، جوبهت في استخدام يعني العنف المفرط وتفريق المتظاهرين من قدر قوات قمع الشغب وحفظ النظام، ما أثار تساؤلات أن المواطن يطمح إلى تحسين واقع الخدمات وواقع الملفات الحساسة ذات الارتباط المباشر بحياته ومنها قطاع الكهرباء. حاولنا الاتصال بمديرية كهرباء الفرات الأوسط، لكن المديرية والقائمين على المديرية لم يبدوا أي تصريح، على اعتبار أن القضية متعلقة مركزيا بالعاصمة بغداد وبقرار الحكومة الاتحادية من خلال يعني ساعات التجهيز وكميات التجهيز، علما أن بابل تضم يعني في شمالها هناك محطة كبيرة هي محطة المسيب الحرارية، وبالتالي فإن ما لمسناه من خلال بعض المعلومات أن هذه المحطة تم إطفاء بعض الفوجات فيها، يعني الزوجات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية دون معرفة الأسباب. ملفات شائكة في محافظة بابل، المواطن يتساءل، يعني ملفات الخدمات انعكست على الكهرباء والكهرباء انعكست على الواقع التجاري، وهناك أيضا ركود في الحركة الاقتصادية في المحافظة، لكن يبقى مجلس المحافظة أمام نقد لاذع من قبل الشارع البابلي الذي وجه أصابع الاتهام إلى وزارة الكهرباء التي وصفها بالمقصرة في كل عام من خلال تصريحاته أن هناك تحسن في واقع الكهرباء، هناك تجهيز إضافي في واقع الكهرباء، لكن واقعا هناك تحديات تواجه المواطن البابلي، وأكثر المحلات في هذه الشوارع تعتمد على المولدات الأهلية التي أيضا أضيف إليها عبء إضافي في عملية تجهيز الطاقة الكهربائية، باعتبار أن حصص المخصصة لهذه المولدات الأهلية من مادة الوقود المسمات بالغاز لا تكفي، مما يضطر أصحاب المولدات إلى شراء كميات إضافية بأسعار تجارية تفوق الخيال، وهذا يشكل عبء إضافي على أصحاب المولدات. كل ما يطمح إليه المواطن في بابل حاله حال بقية المحافظات هو تحسن واقع الكهرباء، وهناك أيضا بالتزامن مع تصريحات وزارة الكهرباء بأن التحسن سيشهد محافظات بابل وكربلاء والنجف بالتزامن مع زيارة 10 من المحرم، لكن واقعا هناك يعني اختلاف في التجهيز الكهربائي ومستوى التجهيز بالنسبة للمواطن البابلي. شكرا جزيلا لك مراسلنا من بابل أحمد الحسناوي على جميع هذه الإيضاحات.